لتسليط الضوء أكثر على المعارك الدائرة في مأرب في اليمن وأثار ذلك على الوضع الإنساني، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي. أهلا بك سيد محمد. محمد، بداية، بحسب الجيش اليمني الشرعي محافظة مأرب مؤمنة بالكامل رغم هجوم ميليشيات الحوثي، لماذا تصر ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران على إسقاط مأرب رغم فشلهم بتحقيق ذلك منذ أسبوعين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك والمشاهدين. الحقيقة أنه معارك على في محيط محافظة مأرب ما تزال تراوح مكانها. الميليشيا الحوثية خلال الأسابيع الماضية خسرت يعني خسائر فادحة على المستوى البشري والعتاد، وكسرت في هجماتها المتكررة على مواقع الجيش في العديد من المواقع في محيط المحافظة. حاولت إنجاز اختراقات معينة في بعض المواقع، لكن الجيش الوطني بإسناد من رجال القبائل بمحافظة مأرب نجحوا في استعادة هذه المواقع وكبدوا ميليشيا الحوثيين خسائر فادحة. اليوم تحاول ميليشيا الحوثيين أيضا إعادة ترتيب صفوفها وحشد المزيد من المقاتلين إلى الجبهات، لكن في المحصلة أيضا الجيش الوطني يبدو على استعداد كامل لمواجهة زحوفات ميليشيا الحوثيين. وفي المقابل أيضا كان هناك تصريحات لأحد متحدثي الجيش أن محافظة مأرب أصبحت آمنة، وبالتالي يبدو أن مسألة محاولة إسقاط المحافظة بيد ميليشيا الحوثية أصبح متعذرا الآن أكثر من أي وقت مضى. هناك أيضا تعزيزات وإسناد لصمود أبناء محافظة مأرب وللجيش الوطني في مواجهة هجمات الميليشيا الحوثية، لذلك تحاول اليوم ميليشيا الحوثية سيد يعني محمد. تحديد سيد محمد، المعارك الدائرة في مأرب منذ أسبوعين كشفت عن موجة نزوح كبيرة كما تعلم، هل من مساعدات إنسانية وإغاثية من قبل المنظمات الدولية التي أعلنت قلقها وعلى رأسها الأمم المتحدة؟ الوضع الإنساني طبعا في محافظة مأرب صعب للغاية، وهذه المحافظة تضم أكثر من 90 مخيما للنازحين، ويأوون أكثر من 2 مليون نازح من معظم مناطق الجمهورية، وكثير من هؤلاء النازحين هربوا من بطش الميليشيا الحوثية وقمعها في مناطق سيطرتها ولجأوا إلى مأرب التي كانت ملاذا آمنا لهم. ولكن الإشكالية أن المحافظة أيضا كانت تفتقد للبنية التحتية الأساسية الخدمات، ومع ذلك هناك جهود بذلتها السلطات المحلية لإيواء النازحين. المسؤولون عن مخيمات النازحين في محافظة مأرب يشكون من شحات الدعم من طرف الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالملف الإغاثي والإنساني طوال الفترة الماضية، وأيضا خلال هذه الهجمات الدامية لميليشيا الحوثيين هناك مخاوف من موجات نزوح، وبالفعل بدأت بعض المخيمات تنزح أو بعض النازحين يهربون إلى مناطق أكثر أمانا، ولكن مع ذلك أيضا هناك احتياجات إنسانية كبيرة لهؤلاء النازحين، وهناك أصوات عديدة من منظمات حقوقية تحذر من مغبة استمرار ميليشيا الحوثيين في هجماتها على هذه المحافظة و تأثير هذه الهجمات. نكتفي بهذا القدر. الصحفي اليمني محمد الأحمدي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.